يعني يقول أنا سألتك عن موضوع السيارة، إيش القضية؟ زوجتي بتركب أوبر ب$1000 شهريا، هذا يحملني أعباء كثيرة لا أتحملها، وأكيد هستخدم الكريدت كارد، وهذا يعني أن هدفع فايدة برضو رغم أني سأحرص على سداده، لكن قد لا أتمكن فهدفع فايدة. شراء سيارة بالتقسيط، لكن هذا التقسيط عليه فائدة، هل التقسيط هنا لي فيه رخصة أم لا؟ سمعت من يقول ممكن التواصل مع الشركة وقل لهم أن يضيفوا كل مكسبهم في عقد واحد وأقوموا بتقسيطه، وأنا لا أعلم هل هذا صحيح أم تحايل. طبعا الجواب عن هذا يا ولدي، إن كانت السيارة، إن كانت العلاقة مباشرة بينك وبين الديلر بائع السيارة ورتبت هذا الترتيب معه جائز، ما فيش طرف ثالث بيمول، العلاقة مباشرة بينك وبين الديلر. قلت له يا أخي بدل ما تقول لي فايدة أضف ربحك على أصل المال ووزعه لي على عدد الشهور، أنا موافق وأنا برضو موافق. بصوا هذه مقبولة، بيع بالتقسيط مع زيادة الثمن لا بأس بهذه، لكن مش ده اللي بيحصل من الناحية العملية. من الناحية العملية إن في علاقة بين الديلر وعلاقة مع جهة التمويل، جهة التمويل بتقرض القرض مقابل ربا، والديلر بيبيع لك سيارة مقابل ياخد ثمنها من البنك المول، سيسيبك أنت تغرق في الربا مع البنك. وما فيش فرق ان البنك يقول لك طب انا هحسب لك الربا وتدفعها مقدم، فيش فرق، الربا تدفعه مقدم تدفعه مؤخر، دفعه واحده تدفعه على اقساط. المساله لا تحدث فرقا في الحكم الشرعي، لا فرق بين الربا ان دفع مقدما او ان تم دفعه على اقساط، كل قرض اشتوتت فيه زياده فهو ربا. لكن واسمع ما بعد كلمة لكن، إذا كان شركة السيارات تملك شركة التمويل بالكلية، فاتحدت الجهة المالكة للسيارة هي الجهة صاحبة التمويل، من أهل العلم من أجاز هذه الصورة، لهذا قرض صوري ما فيش قرض حقيقي، لأن نفس الممول هو نفس البائع، وفيه كان يقول فيها شكل الربا من حيث الظاهر وليس فيها حقيقته من حيث الواقع. هذا قول أحد الأقوال التي طرحت في اللجنة الدائمة للإفتاء في مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، قسم الرأي حولها بين مجيز ومانع ومتحفظ. وعلى كل حال من وقع في ضرورة قلد من أجاز، بارك الله فيك. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذاب كويس.